والدنيا والموسيقى جلعنا والدنيا والدنيا خليك كيكة تبعنا والدنيا 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 والموسيقى جلعنا والدنيا سهرية تخميس الحاضر محمد الغايب ليس على قناة الحوار التونسي جي دي تي كالعادة تحضر بايا الزردي مساء نور حنان العش عم حسن المشاغب بامتياز مشاغب أكثر منه لحبيب ميقالو زميلتنا الإعلامية فرحان برشا اللي تحضر معنا لأول مرة في هذا البرنامج فرح بن عمارة مرحبا العائدة حديثا من مصر من الأهرامات رانيا التومي المسرحية الفنان المتألق المخرج المنتج اللي تحب عليه انت إكرام عزوز مرحبا دي جيسوس مرحبا بيبليك يا حسرة كي كان ذكر كان يحضر معنا بيبليك كانوا كل يبدو ملول او 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 ما عادش توا سي بون سي في دبي هذاك ولا وحده 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 هو راهو سمعني اللي يتفرج في البرنامج هذا يسمو يعرف راهو نصوروا البرنامج هذا راهو القايله معناتها كان نشوف فيهم بيبليك تاعبين راهو مش بالرسمي راهو مانيش نصوروا في البرنامج لا لا مسجل راهو ماهوش بالرسمي راهو ما عندهمش علاش تاعبين نورمون ناشطين شيخين وسمعوكم تصفيقه قويه زاد كيف كيف وتقول شي حتى اللي يتفرجوا فينا يعرفوا خلينا نقولوا لهم هذه قداش مره عاودناها الدخله لا هذه المره الاولى المره الاولى بار اللي تعداهم بالدشي مشاو المره الاولى باهي فرحان برشا تحضر معنا صديقتنا فرح عسلامه فرح شو ديما نبدا فرحان برشا كده زميل اعلامي صديقنا هو اللي يبدا حاضر معنا في البلاتو واحنا كنا فرحانين بوجودك هنا كيف شو قال ولا صار قلت لي مرشي في جمال البنت لا قلت زميل اصدقائنا الاعلاميين مرشي في الممثلين في ادوار ما قبلوا الاعلاميين نحب تحيه كبيره برشا البنوته الصغرونه نتاعك ربي يفضل لك ان شاء الله وان شاء الله ديما في المتابعه كما كنت قبل كما ترى ديما في المتابعه ربي يفضلك لالا ما نحيش هي حره بيان سور وحتى انت داير معناتها ما تنجمش تنقذ للدرجه عاد مازلنا كي بدينا يا ربي نعمل عليك اكرام مرحبا صديقي وبيك يعيش انت عاد ولد البرنامج اه ولد البرنامج يسرنا وجودك معنا وجديدك ان شاء الله مازلنا باش نحكيو عليهم بعد على امتداد الحلقه رانيا شو مشيت تعمل في مصر؟ والله مشيت نحاوس شفت هزيت ماما فرحتها شويه عندها تو مده هي تقول لي هزني لمصر هزني لمصر تحب تشوف ابو الهول وخوفه وخفره فصو هو عم حسن ما تفرقش ابو الهبه هذا انا ريت عم حسن هزيتها قلت ترام ترام خليها يا مش عليك شو ترام مش قلت مش مدخل ابو الهبه خلينا كنا في ابو الهول خلينا ابو الهول اي سموش بسموش دونك مشيت فرحت ميمتي عملت جو ليسونسيال هي فرحانه قعدت اربع خمس ايام بالضبط وروحت وهما يقولوا تعرفش يقولوا جواندغ لوتيل على اغريابل اسمه لوتيل انت عملتها كيكه ولا شويه فما حويجه ولا فما هو مازال صعيبة شوية غادي كواليت الأمور دونك دونك فما حويجة فما فما إن شاء الله ربي يوصل بالسلم مادام فما حويجة إن شاء الله ربي يوصل بالسلم به هذا الأسبوع يوم الاثنين هذا حدث عظيم يوم وطني نرموت زغريطة البنات مش معناتها نرموت زغريطة فما حويجة ربي يوصل بالسلم أنا هذا سمعت هذا ايش سمعت انا ما هذاك هو والله اسمع 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 احسن بيه بيه زغرتها ياخذ دور القابله برز زغرتها ما احسن ما يجمش هو بالتاكا ما يجمش يزغرت مره انا نتفائل جدا يعني هي دوبا اللهم صل على النبي عرست ونحن ننتظر هالجمال هذا يتناسل ويجيب لنا الناس الحقيقي مش كما الانواع هذه انا كنت راهو التويلات توا سي تشكر فيه قلت له قول عليك بيلوت كي جايب زي الطيران هذاك خارج التسجيل لا قابض متقابل والله نسمع ما نجيبش جيبه شوي جديه الاولاد هذا الاسبوع مازلنا كي بس بون فضلكنا تو شوي جديه هاك ولا باي لا خاطر سمعوا الكلام كبير ما نجيش مش مش كبير اي فاسون به مش كبير قال مش كبير عملت لي اونش والله لما مرمتك عم احسن لما تبدا عملت لي اونش الموبي يا ما خايب زوز انا مشكلتي يا امين ما نسمعوش مش شعر اللي في وذنيك ما تسمعش بارك الله فيك ممكن يطلع الشعر قال لي المره الاخرى في وذنين كل ما يدوش قال له الطبيب قال لك يدوش بعد عليه الماء خاطر كل ما تصب عليه الماء يزيد يصير لا الواحد كي يكبر الكبار في العمر اللي فوتوا 60 يولي يطلع لهم برشا شعر في وذنيهم باش باش ما يسمعوش المره اللي كيف والله العظيم بالعكس عم حسن العباد اللي يكبروا في العمر كيفك قدرهم يزيد يكبر كيف كنتي ومعناتها ونزيدوا نحبهم ونزيدوا نحبهم وانت هذا
يفهم هذا يا معلمه شويه يعني. والله يحبك برحمه بوك. يحبك والله يحبك والله. لا ليش قول فيك هيك؟ سيبوني خلينا نخدم على روحي يرحم والديك. نتكلم نقول حبه يحبك ما يحبه. مازلنا كي بدينا يا ربي العمل عليك. هذا الاسبوع يوم الاثنين كان عندنا خبر. الخبر هذا هو ايقاف مريم الدباغ بعد قضايا كانت قدمت بها حنان، وهذا مش سر بالنسبه لعديد المتابعين يعرفوا اللي حنان كنت قلت انت باش تتقدم بقضايا، لكن تم الايقاف نتاع مريم من نهار الاثنين. باه ما عرفش شنو خليك تحب تقول. برشا قالوا لك معناتها سامحها، ما عرفش سمعتوا اكيد الكلام هذا. لازم نحكيوا عليه سوجي مين سوجي يوجع برشا. طلبوني توت لي راديو جي با اكسبتي باش نحكي. ذولي باش نحكي فيه وكاهو ما عادش نحكي فيه خاطر جو بريفير لافوكا يحكي فيه السوجي. ما رقدتش انا. تعرفوا العبيد كل اللي مريم صاحبتي وكلينا ماء وملح مع بعضنا و ما رقدتش. ما عاد فين وصلت ما بيتها في الحبسه لوك يا كلكو موا بيتي نفرتفرج انا وياها راهو مريم. سافرنا مع بعضنا، دخلت داري، دخلت دارها، تلعب مع ولدي، معناتها سي الحكايه وصلت بعيد برشا. و معناتها حسيتك كاني غيظتك اللي بيان سور غيظتني يمين. ما نتمنيش معناتها مراه هي وليا كون لو فوي او با تبيت في الحبس وصاحبتي اونكور بلوس. اما ما يظليش كان معناتها عبد انتوما فيكم الكل باش ولدي كل يوم يروح لي يبكي من المكتب يمين. معناتها صحابه يتمنكوا عليه. سي دي فيديو اتخوس قالت حكايات اللي ما يتسامحوش. معناتها نابورت كيل بيرسون بيرسون نو ميريت سا. معناتها امي تليفونات يطلبوا فيها يتشمتوا فيها. الريبوتاسيون تاع بنتك مشيت معناتها سي وفات بنتك وفات الريبوتاسيون تاعها. معناتها تقول ربيت وكبرت بنتي باش توصل هكا. معناتها صاحبتها تقول عليها كلام تهرد لها سا ريبوتاسيون مش تفاد ليك. ولدي كل يوم يروح لي يبكي. معناتها حاجه ما نعرفش كان توما بيا تعديت منها انت الحكايه وتعرف الوجاعه نتاع العائله. معناتها حتى كان انا ما شكيتش بها راني حبيت ناخذ حق امي، حبيت ناخذ حق ولدي. الوجاعه اللي دوبوي ان موا ادمي رانا نبكي ودوبوي ان موا ادمي اون فيان دغام على تيلي. كان هي ما هزتش تليفون باش تقول سامحني راني غلطت. لو احنا صافي ان موا ادمي كون في كان هزت التليفون وكلمتك هي وقالت لك سامحني. يمكن راني بردت امي خاطرني حنينه. معناتها ديما يقولوا لي انت اسمك على جسمك. كان لو لوندما هز التليفون كيما تسميني اش تقول لي اش سامح راني بلبست وما نقصدش وراني باش نعمل فيديو ديكسكوز. راني وقتها سامحتها. ما هي ليه تقول انا يمكن وقتها راني سامحتها ونشنشني على كلامك. ها معناتها وانت قلت لي صاحبتي وصديقتي ونبيتوا فرش من با شهرين تالي مع بعضنا وسافرنا مع بعضنا ونمشي لدارهم وتجي لدارنا. معناتها بالصحبه هذايا كل قلت ما نرضاش صاحبتي في الحبس. صحيح. وتفهمت موقفك انه فما ولدك وفما امك زاده في معناتها هل انت مستعده معناتها تسقط وتسامحها ولا؟ يمين انت كان سمعت ولا عائلتك تسمع حكايات هكا ولا مرتك يقولوا عليها هكا ولا اختك نسالكم انتم الكل رانيا. اي بيان سور كو انت تسامح؟ لا ما سامحش. انا سورتو حكايه الاعراض معناها. معناتها مستني عرض. كان سبتني في حكايه اخرين يا خويا نعرف مريم وتجلتي نتاعها، ما يسالش عشت معاها ونسامحها. أما حق ولدي لازم ناخذه، على خاطر مريم قالت حاجات اللي ما يتقالوش وماهمش صحاح الحاجات هذوما، آمين. باهي، مستعدة أنت معناتها أنك تسامحها ولا اليوم وين احنا اليوم موجودين؟ نقول لك قدام العبد طلبني يمين من الدومين نتاعنا من عائلتها من صحابها. يا اخي سخلوني ما نسخفش ما عنديش قلب. معناتها نابورت كيل بيرسون تسخف في سيتواسيون هي. لا ريزون دو بلوس لصاحبتك. اللي هي صاحبتي. اي ريزون دو بلوس اللي عبد قبل ما يتكلم لازم يخمم زاد. وراو لي ريزو سوسيو بيغ كو تلفزه وبيغ كو معناتها حاجه تضر وضرتني انا وضرت عائلتي وضرت خدمتي وما ستني في برشا حاجات. وانا يمكن معناتها كان باش توصل الحكايه بعيد. انا مش توصل بعيد فماش ابعد من هكا. معناتها هي موقفه وين هي اليوم في السجن. شوف شو توصل ابعد من هكا. معناتها الابعد هو ديجا حاصل. بقى شنو انت مستعده تسامحها ولا؟ معناتها هذا السؤال. يمكن فما شروط
نعطيهم الافوكا نتاعي سي ميتر احمد بن حسين اللي نشكره خاطر وقف معايا ويعرف معناتها عطاني حق باش يتفرج فينا راه من لحظه خلنا نسالك الساعه انا معناتها باش العباد فاهمه اللي يتفرج فينا شروط هل هي شروط معناتها ما يمشيش في مخهم شروط ماديه معناتها فلوس شنو هما؟ لا لا تقول لي شروط يفهم مخهم ينجموا يفهموا فلوس لا شروط رجع لي اعتباري واعتبار امي واعتبار ولدي واعتبار عائلتي وخويا واعتبار العبيد اللي تمست سانسيغمون اللي مرضى دوبي ان موا ودمي وشروط هذوما ما نعرفش تنقولهم انا لافوكا وكان هي تقبل الشروط هذيا يا خويا كهو ما نحب معناتها انت اليوم تعتبر انك سامحها مرهون مقابل شروط ترد الاعتبار وي واضح وهذا من حقها امين لانه هذيك الاعراض راهو الناس يمكن تعتمد لي ريزو سوسيو وما تعرفش تستعمل لي ريزو سوسيو هذوما ويبداو يهتكوا في الاعراض وكلنا قاعدين متعرضين للسبب كسبين كل واحد فينا متعرض لكن ما نقراوش حساب اللي فما اولياء فما صغيرات كما قالت معناتها بسيكولوجيكمون ولدها اليوم متقلق على خاطر عرضه للتنمر في المدرسه معناتها هذا كل لازم ناخذوه بعين الاعتبار. به أوزر وين وصلنا اليوم هاي الوضعية اللي وصلنا لها اليوم زوز صحاب مع بعضهم كانوا ما يتفرقوش انك تعطي موقف نجم نختلف معاك اما نوصلوش لهتك الاعراض معناتها هتك الاعراض هو اللي وصلنا اليوم لهنا حنان ديجا نعرف راه مليح معناتها قبل ما نبدا نصور الحلقه معناتها ما كانتش معارضه فكره انها تسامحها لكن عندها شروطها اليوم واكيد شروطها طيب وصلهم المحامي نتاعها المحامي مريم ونعاود نقول مره اخرى حنان قالت لي شروط ما عندهاش علاقه بالفلوس راهي جمله عم حسن ما فيش في مخهم لا ترد الاعتبار هي شروط ترد الاعتبار فقط ما نحبش ندخل في تفاصيلها في تفاصيلها والسبب شنو هو سبب بسيط جدا سبب انه حنان قالت كلمه حق شهاده حق حاجه عاشتها سمعتها عاودتها قالتها في البلاتو قالت راه صار هكا وهكا دونك هذا الكل يستاهل اللي صار مشينا في القاعة مشينا معناتها أدفى وأرخص من هكا وما على لا قيم لا أخلاق ما نحبش أنا ما تحاملوش على عبد ماهوش موجود لا ما تحاملوش عبد في ضيق معناتها ما نزيدش أنا من رأيي ما عادش وأنتم من بعض أحرار أنا من رأيي مش باهي الحبس أنا عندي فكرة فوالا أنت اللي قالوا تعرف معناتها راهو كيف ريحت في ضيق ما أنت حبس تحب ولا تكره اسمع أنا ماذا بيا تتقال كلمة باهية اللي عنده كلمة باهية ما تتمناش خلي كما قالت الصحاب هم فما شروط فما ترد الاعتبار لا فما شروط ترد الاعتبار ما عرفتش عليها شنو أي زعما شروط بالطبيعة كما هتكت لها أعراضها ترجع لها اعتبارها هذا هو هذه هي الشروط معناتها واللي هو مش حاجة مستحيلة أنا نراها معناتها حاجة مش مستحيل عم حسن قالوا انت بعد اسمع نحب نوضح انا يا امين من البدايه راهو في الموضوع هذا معناه كل التعاطف الحنان كل انا مع يعني هذا واحد مشوف في عرضه وفي كرامته الانسانيه تي امام محيطه وفي سياقه يعني هذا شيء شنيع وانا بالنسبه لي امين بالنسبه لي لعل الحادثه هذه فيها خير شنو الخير اللي فيها يعني باش تقول ستوب للمارك الكل لانه فما تلوث كبير في اللغه التونسيه وقعت فيها الاحتكاكات والمصادمات والاحتجاجات بين الاخرين فما انحدار لغوي فما فحش في القول فما فحش في القول شو تجي تحكي على واحد وكذا كذا انا بالنسبه لي انا نتصور حنان يعني قلبها كبير وما فات تتجاوز هذا النجم انما بشرط هو الشرط شنو بالنسبه لي ما كان انت تهمتي فلان بكذا قولي راه انا يعني تبليت عليه راني يعني قلت في لحظه يعني تشنجات او في قله المدارك مثلا شيء من هذا القبيل لانه القضيه تتفوق على حنان ولا تمس سياق اخر فهمتني وان شاء الله يعني هل العمليه هذه توضح للناس الكل راهو كان التسيب اللغوي اللي عشناها اكثر من توما 10 سنين كفى يكفي يوصلوا سياسيين كبار في وجهه تقول له يا كذاب يا كذاب هكا في وجهه يا ابو رب هذا السياسيين القدوه المفروض يا حبيبي مانيش نتكلم فيه قلت كذاب وعملت صوبك عليه لا هو يحكي لا يحكي وقال يشكو في اللي وراك انت انا كذاب للسويه لحاجه انت حبيب انت حبيبه انت باه يا حبيبه عندك ما تضيف لا ما عندي ما نضيف ان شاء الله تلقوا شروط ان شاء الله ربي يهدي ربي يهدي امين يا ربي واسمع اكثر انسان قلبه كبير في الدنيا اقسم بالله وتسامح يا حنان
سمحها انتو كما قلت انا راه لهنا رانا منتمناه ايه ودي الحبس منتمناه والحد زاده اما زاده مثالش خلي المره الجايه لحد فيديو قبل ما تعمل حاجه وتصورها يا خويا اقعد اعمل بروفه برك شوف بالحق خاطر سهل نهبط وبعد نقول سامحني وما نقصدش وهذا ما خلطنالوش مع مريم خاطر ميم با طلبت خاطر كان طلبتها ناكد لك انا راهي برد حنان خاطر الاخرى مشات في تتعب تعملوا لي عامله باللغه هذه يا اخي هاك يعملوا لي عامله سهله فما قانون بالعكس خذاو الجلسه نهار 23 تقدمت شكوى نهار 2 ولا نهار 2 الوت البارح وت البارحين خاطر احنا خميس اليوم توقف تسمح لي في الايمات نحب نقول ميرسي لا جوستيس تونيزيان خاطر فما معناتها يا اون جوستيس سور تير مش البلاد ماهيش مصايبه معناتها عبد عمل عمله يتحاسب عليها واضح واضح جدا باه الواحكم بحذاكم ولا تبداو تحب نبداو من لطفي بوسدره صديقنا لطفي بوسدره اللي قال بطلت الشتيح على خاطر حرام توب ولا فلوب باه توب ولا فلوب ارفعوا حتى ارى افكاركم لا فماش هذا اكحل يا احمر لا هذه اكحل يا احمر الفقره ما فيهاش هذا لا فلوب باه الوحيد اللي قال توب هو ميغالو دونك شناخو ميغالو وباش نشوف واحد من جماعه الفلوب باه ميك تفضل سيد ظاهر مش كيكه من فراغ قال فما شكون فتالو قال له بالك شي قال له راهو حرام الرقص مشى بطل رقص تصور مع السجاده عجبني ياسر وحييه على البدره هذه وانا كنت في العروسات نتاعنا نعمل شطحه بعد الكلام اللي قالوا خونا انا حد اللي يتفرجوا فيا العائله نتاعنا كان جيت عروسات لقيتوني قاعد هذاك هو تكتيك بوسدره تكتيك لطفي بوسدره شو اللي كيفون سجل انت مقتنع باللي عم اي مادام ذولي فما شكون فتالو قالوا حرام انت ما كي مقتنع علاش ما تعملش كيفه يا اخي بالك شيقيتني في البلاتوات ندور نعمل هكا لا لا معناتها حتى هو ما يعملش هكاك هو دانس دانس مودرن سي غونت بيرت خاطر لطفي فريمون صار هكا بالبص يا اخي ارتيست بالحق نحبه برشا وجيب حاجه جديده للرقص التونسي معناتها حاجه مزيانه ياسر سي غونت بيرت للموند ارتيستيك هو يل اكسبريمي الفن نتاعو باغ سا دانس اي جو تروف كسي ما نعرفش لا تو فهمت التصريح كامل سمعت قال لك من الاول في بالي بيه حرام وتمديت ما لا فلوب كيف بالك بيه حرام بطلت من الاول ومش نحضر في عروسات ومش نشتغل شو يبدل التوب وفلوب يشد في بلاصه هذا والله معاك تخلقني في كلامي نبني عليك في بالي نبني عليك وانت جدار محطم لا نقول هكا راح نحط الحجره هذه هو يزوغ يا اخي ثبت اموركم فلوب ولي توب انا بلا حرام اللي تحط فلوب ولي توب هاي ترى وري شنو تحب انت توب هو ماذا بيه توب شبني عليك فلوب شبني عليك ايش نعمل نحط فلوب كيفك اي كل حطيته فلوب هاتوا نحط توب انت تعرف من الاول اللي هو حرام من الاول ما تمشيش المسابقه عربيه واحد يعمل مراجعات في حياته اي اما انت ما قناعاتك من داخل حرام انا حاجه نعرفها حرام ما نعمليش من الاول شو اللي تعرفه حرام ما نعرفش انا شراب مثلا نعرفه حرام ما نشربش مثلا باغمي حاجات احسن جو سي ديزولي بالعكس بارك الله فيك انا يعجبوني يعجبوني الجميلات اللي كيفكم ما يشربوش روعه انت الحمد لله ما عندك قناعات في الحياه انت ماك تعرفها حرام ما تعملهاش نقول انا بصراحه لطفي فنان كبير برشا ما حبيتش التصريح نتاعو لانه الحلال والحرام مساله فقهيه يفتي وفيها الاعلى هو عندك ليه مشكله خليها عندك انت بطلت اما اقدم الرقص على اساس انه حرام ما هيش دور كبير باش تعمله معناها خليك فيما يخصك انت قد تكون قناعتك انه حرام خليها ليك واضح باه باش نبدل شويه باش يجيك ليك انت بايا وبعد نرجع للمغرب باهي توب ولا زيد فلوب انا فلوب على كلمه حرام هذه اللي تتكرر برشا مرات انا حبيت يقول انا نعتزل الفن الرقص لأسباب خاصة ولا لأسباب توم بعد خمسة ستة عشر سنين بعد ما يثبت روحه ويركز روحه ويتأكد من روحه خاطر شفنا بالتجربة اللي برشا في عمره هو قالوه الكلام وبعد تراجعوا الدوام ينقب رخام يقول لك فهمت دونك أصبر شوية وكجماعة حرام أما هاني إن شلوش حتى نصور طرف فلوس ونكون لا قال بطل مستقبل بطل أول دونك أي هالحرام هذي ولات وكأنهم يكسبوا فيها في شعبية من عند الناس بشعبية ده برافو يعطيك الصحة وبارك الله فيك قل ليه هذا أنا ما نصدقه وما نصدق غيره إلا ما جربنا خاطر وشفنا وجربنا حتى من رواحنا راه أنا وقت اللي أي موني انا اعتزلت ولبست خمار وشديت الدار باهي دونك انا بيدي جربت معناها فكرت لا وقتها حرام معناتها اي يا ريت احنا
ايش نقول لك اللي مروا بالحاله هذه ولا بالفتره هذه ما تعرفش شنو اللي يصير لك انت تنجم تعيش ديبرسيون اكيد تقلق من حاجه تقلق من يرجع الرب ما تقدر من الاولاد لا 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 انا مش تفهموش بالغلط راني هذاك علاش صحيح توضح مين ايش تسني تفهمكم كلمه في البسط تسرع وقرارك ما تاخذوش وانت ان واحد الدين ما تتسرع مكرت ما غير ما فكرت فيه لحظه باي ما واحد الدين ما تتسرع لا مش الدين وقت اللي انت تدينت والا قررت باش تعتزل ولا تبعد وانت قرارك خذيته في لحظه ما يعني راجع روحك حاسب روحك خمم مليح خذ وقتك فكر مليح في قرارك مش تخرج للناس اليوم حرام وبعد عامين عام ثلاثة سنين ولا فما لي أقل حتى في عام رجع يميل ويشتحوا وعادي ودار علينا احنا اللي قلنا له يا ولدي راهو مش حرام توا ولا يقول اي مش حرام دونك ثوبت لنا رواحكم ويزيلنا من روايق حرام قول اعتزلت قول بعثت واضح باهي باهي عم حسن في 30 ثانية 30 ثانية في الفلو توب و 30 في الفلو لا لا تختاري خليك كما عملت مع أمين يا أقعد راي ما تفهمنا عم حسن ما عادش تعيط علينا رانا نتفاجئ اسمع أنا بعد أنا شوفوا لي بلاصة أخرى ما عادش والله ما عادش اسمع مرعوبين ولينا منك عم حسن هذه تطالب بتردي من نفس نفسك قولوا بهدوء أنا هكذا هكا تحب السيارة ناخذوا دوبلكس من دار ونوليه ويبدا في دار لا تخاف يبلبس في دار خلينا نعاودوا توقيت روادو توب فلو أنا هو إيش يقول بطلت الدونس مش بطلت الرقص الدونس هي رقص لا 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 مش كيف كيف هو يعرف بلاش الفرق بينات هاتوا نقول لك شنو الفرق بينات الرقص في الحضارة العربية الإسلامية والشطح حاجة قيمة كبيرة يعني يعملوا متسوفة ويعملوا عندك هنا المولوية في تركيا وكذا معناتها فما شطحة حلال وشطحة حرام هو هو يحلل ويحرم لذات نفسه انت قلت لي فما شطحة الصوفاء معناتها فما شطحة حلال وشطحة حرام هو قال الدونس هو في باله يتفقع علينا قال لك الدونس نحن نعرفوه الرقص انا نعرف الرقص والرقص ما فماش انا ليش على سؤالي يا عم حسن فما شطحة حلال وشطحة حرام اي فما أنا لا أميز الحقيقة اللي يشتحي المفيد يدز بالكدي هذا كان نعتبره به اللي شير تسيب يهذا اللي يريد يدزك قصة عريانة وقفة تشتحي ايه عريانة شبيه على شبيه تريف عليها أحلال جدا لا تشريه مالا تحية كاريوكا واللي جميلة جسمها هذيك لا لا جميل سنية وهذيك جميل شنو شكون جميل جميل وين ما تعيط سامحني ما تشنج خلي ورينا الحلال يا كاريوكا ودرا شكون يشكونهم؟ على كل حال بطلت برمشوا اسالوا الحلال والحرام عند المفتي معناته ملت تخلصوا فيه بالفلوس المفتي للجمهوريه التونسيه لا لا شيء معاه الشو الحلال والشو الحرام انا ما نحكيش انا بنقول مسكين الساحه فيك على رايك ساحه الرقص التونسي فما شطحه حلال وشطحه حرام امورك انت تعرف ايش تحكي ليه ليه الشطاح نصفق قهوة ايش تصفق كل حلال ام حسن قلت لي فما شطحه حلال وشطحه حرام اعطينا الحلال ورينا واحده حلال لا لا الحرام الشطيح الحرام بالنسبه لي هو الشطيح البوجادي الشطيح نتاع الهمج هذاك يعني كذا وحتى الشطيح نتاع الهمج ساعات مش حرام اللي عنده ربي اعطاه قدره باش يعبر بجسده على افاقه واموره وروحانياته واللي وجوده او وجده يعني صح عليه واضحه ما صح اما بربي التحريم والتحريم وحبيت نقول مسكين خويا لطفي ابو سدره خسرنا يعني طاقه جباره يعني في ساحه الرقص التونسيه يا للاسف باه حقرا وسيفغي انا قراره لا جدال فيه هو حر وما نجمش نحكي في موضوع توب وفلوب لكن هذا تعبير جسماني هذا فن اليوم نحكيه حلال وحرام كما قالت بيا معناتها يمكن بعد فتره ومازال صغير في العمر ينجم يعاود يرجع وقتها باش يحللنا ما عادش باش يولي حرام صار لنا انا من رايي هو حر يبطل يرجع المشكل المتعلق به هو واحد شخص هو مقنعه هو بعد عام فيلم نتفليكس قريبا يمثل اون فيت قعدنا برشا نستناو شخصيه من اصول ما بون في الاخر تونسي هو معناتها تونسي من لمته شنو حنا بال تونسي في سيري على نتفليكس حنا بال لكن البعض قال الاختيار والكاستينج على دنزل واشنطن توب ولا فلوب موافقين على دنزل واشنطن ايه سالونا نحن على الكاستينج نسوسن الجمله فلوب عليه توب ولا فلوب دنزل واشنطن باه مانيش ناخذكم الكل من توا باش نبدا باهل الاختصاص ساعه قبل الممثلين ومن بعد نجي للبقيه باه نبدا بك انت سيكرا انا توب لانه ممثل عالمي رائع جدا نرجع لحكايه لطفي العبد اللي يجي شورب ولا ما يجيش
راهو ديما مطروحه الشبيهه بالشخصيه، وهذه نكرهها جمله، لانه نحن حشتنا بالقصه الحقيقيه اللي حنا بال، حشتنا بالبطوله، حشتنا بالحكايه في صوره جميله جدا. يبدا عندك ممثل بهذا الحجم ما تنجم كان يكون فيلم ناجح. خرجت له في كوالايزر 3 مازال كيهبط الاخرين ممتاز جدا. هو فنان ما شكوش ممثل الاول. شكون هز فلوب؟ انا فلوب هزيت. فرح فرح ضيوف قبل خويا فرح. انا كنت نتمنى اختيار الكاستينج يكون شخصيه فينيقيه من لبنان والا من تونس ترجع الجذور حنا بعد، لكن الذكي في الحكايه هذه كل اللي اليوم قاعدين عاملين طاوله وكراسي ونحكيوا على الشخصيه هذه واللي فيها جدل، وهذا اللي باش يخلي غدوه المشاهد يلفت انتباهه ويتابع المسلسل سورتو في ظل البرشة مسلسلات اللي موجوده في على نتفليكس. به بون البرا ما يعرفوش هما حنا بعد، معناتها اسكو هو سمحني امين ملاحظه صغيره. اي بسرعه خمس دقائق بالنسبه للقيد. مصطفى العقاد كان باش يخدم روبير دينيرو صلاح الدين الايوبي، معناها حتى في ما يعرف عن صلاح الدين الايوبي بعيد برشا على ملامح روبير دينيرو. راهو افلام عالميه بالشكل هذا يلزم ممثل واضح. به فلوب حنان توب ام حسن. انا توب. باه ملا نجي حنان ومن بعد نجي لك انت اخبار اللي بعده ونبدا بك انت. توب. اي لحظه محسن حنان. فلوب انا دنزل واشنطن موت عليه، سي مون اكتور بريفيري، وكما قلت حاجه تشرف خاطر كون لو فيو با انيبال سي تونسي في الاخر. اما اون اون مار كو لاميريكان ان لوكورونس اي ديفورم ليستواغ، علاش ديفورماسيون نتاع ليستواغ؟ عليه اون سي تري بيان ما كانش اسمر حنا بعد اللي فينيسيان اللي كارتاجينوا اللي بربير اللي تحب انت جون كان اللي تي بلون افيك دي بوكليت اللي تي با دو تو اسمر، علاش ما اختاروش ان اوتر بيرسوناج اللي يشبه له؟ وربي يستر شنو الحكايه باش يخرجوا هنا؟ احنا توا نستناو يمكن يفون دي فورمي ليستواغ زاده. معناتها هل كليوباترا زاده كيف كيف في السيري نتفليكس كانت ورينا معناتها قات انتقادات كبيره في امريكا زاده كيف كيف الشرق الاوسط هذيك كليوباترا السمراء كانت ستيريوتيب نتاع تو لي افريكان اي سون سمر لي بالنسبه ليهم لي افريكان هما السمر. اما ما نتصورش اللي توا مازالوا يخموا نفس التفكير اللي مازال والله مازال. شوف انا بالنسبه ليا هو ساعه عملاق دانزل واشنطن معناها ممثل كبير ما فيش كلام. فما اللي هو اللي اسمر وما يهمنيش، احنا مش يهمنا اسمر العمر، مش يهمنا في اللون في العمر زاد التقاسيم وجه ظهر في ستاتشوات ظهر اللي ما نجمش يكون تقاسيم وجه اسمر، دونك ما يهمنيش ان شاء الله النيه ماهيش خايبه. جمال مداني يعمل علاش لا؟ كيما قال العمر 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 معناتها هو صغير حنا بقى. هو قاعد عمره 26 لما كي بدا الحمله، ما الحمله دامت 10 سنين على الاقل. ما مشي معاه من الاول يجيب ولده مش مخرجين له مضمون حنا بعد من الاول كيف 26 كيف عمل الدوره وهز دفيوله وقص على ليزالب صغير دنزل واشنطن حاول في 60 ولا في 70 قدام احسن ما نجمش يعمل دوره. هي تهمشت وتعرف شكون اللي اكثر هجمشه؟ هي احنا رانا احنا في تونس، احنا عمرنا ما فكرنا في مسلسلات تاريخيه تحكي على العمالقه الكبار. عليسه ما فيش عمره حد ما عمل فيلم على عملناه في تونس احنا دونك بالنسبه لصغارنا احنا وين قريناه؟ احنا قريناه في كتب التاريخ ونسينا الموضوع، معناتها الموضوع حتى في فماش دي ديبا في تلفزيات والا انت عندك درايه على 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 حنا بعلبية ماشي ياك نروح بالروح وياه كانوا بعض شو قالوا الدرايه من تعرف صديقي صديقي قداش عدد الحروب البونيقيه؟ ستة اوف لا لا اكثر ولا انا خلطت على ستة اكثر من ستة صغير اكثر ستة اكثر به اكثر من ستة اكثر من ستة خلاص تقول عدد والله تنجم تخرج بها ماتير دوخة انا قاعد اكتشفها والله خلي قص شوية زينة بالهي عم حسن قداش عدد الحروب البونيقية حسب برشا برشا قداش هو قال ستة قتلوا اكثر لا 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 هما الحروب الكبيرة اللي عم حسن جاوبني على سؤالي يعني هذا حنا بعد شارك في الحرب الثانية الحرب الثانية الحرب الثانية نتاع الفينيقية يا عم حسن سألتك سؤال ما نعرفش عليهم اخينا معاهم انا في الحرب هو قال ستة قتلوا اكثر ستة هما يزيدوا على ارواحهم لوين نزل ما تعرفش به فرح ما عندكش فكره اكرام يبان لي ثمانيه ثمانيه به هكاك ثمانيه ثمانيه يعطيني تسعه به حنان انا اوكين ايدي لا فيغيتي لا اختار رقم كلهم اختاروا يا جماعه تسعه انا نقول 20 20 على الحروب البونيقيه حتى حرب هما ثلاثة حروب بونيقية فقط. إيه ستة ما عاودتها مع نتفليكس. بارك الله على تاريخكم، برافو الأولاد معناتها حاجة تعمل. ميرسي جوجل، ميرسي جوجل. لا والله لا والله. ماخذش حروب بونيقية ثلاثة معناتها عاد سمح. وكلام مع محسن صحيح، حنا بعرف الحرب الثانية. نقفل. نقفل. دونك اليوم عندنا مسلسل يحكي على تاريخ قائدنا
اللي هو التونسي. راهو راهو في بالك اللي انت تسال الصغار تقول له تعرف حنبال، يقول لك نسمع بي عبد الرزاق شاب يقول لك مع لا ما قولوا اللي هذايا راجع الحبيب بورقيبه هو اللي حب يهمش قائد القائد لانه اخشى منه ولانه اسم اكبر منه استغربش. فما برشا مؤرخين قاعدين يقولوا فيه الكلام هذا الشيء اللي لا هو عليه ما تتصورش. ما صدقش كل شيء يجي واحد معناتها رئيس دوله في اي حقبه تاريخيه باش يقول لا والله ما عادش تحكي على حنبال خاطر حبوش ولي معروف اكثر مني في روما يعرفوا اكثر من اي واحد اخر في اليوفي زاد ما عنده حتى تخاس حنبال هاو اليوم ما عادش فما الزعيم الحبيب بورقيبه الله يرحمه فماشي حاجه اليوم على ذاك دور المبدعين خاطر نتفليكس بارك الله فيها اللي خمت في حنبال احنا عملنا مخممنا فيها احنا قاعدين ننبروا عملنا نحن اعطيني كرونوت بربي حاجه اخرى مختلفه تماما دينزل هو واشنطن دينزل على البوتون دينزل واشنطن هو جده اسمه واشنطن جد جدو ابيض جدو مؤسس الولايات المتحده الامريكيه هو هذاك لقبه عمر احكي لي باش تعرف انه يعني كي تحدثوا على الوان كلامنا فارغ تعرفش الالوان هذه كيف يقولوا يعني مع علماء السلاله علماء الانساب يقولوا راهو سيدنا نوح ما فت الدنيا ساعتها ونوح ركب كذا كذا حصير ونوح يعني عنده ثلاثه صغار هو عنده اربعه واحد منهم مات سام ساميين سام ساميين سام وحام سام هذا قال لك بتاع رب اليهود وكل مارك هذوك ويعني سام هذا بتاع المارك هذول وحام بتاع يعني معناها الافارقه وشيء من هذا القبيل ويافت بتاع جماعه البيوت والمشكله نحن كنعان هذاك مات كنعان اللي ما حبش يطلع في السفينه والاخرين يحكوا على كنعان في الاسطوره التوراتي ما يهمناش المفيد نحن الان فماش واحد سال بالله سيدنا نوح شنو لون بربي هذه اللي حكيت له اما انا اشكرهم شكرا جزيلا على اختيارهم هذا العظيم واضح علاش هذا العظيم اولا سنه تقريبا سن حنبعل وهو يخوض في المعركه حنبعل مات عمره 67 65 عام شو 67 65 عام 65 عام في ايطاليا مين. والذي غلبه هذاك شيء شيء سيبيون 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 الروماني عمره مات 57 عام ومصيره ومصير حنبعل تقريبا يشبهوا لبعض عمرنا ما حكينا على اللي هزم حنبعل في تونس نحن ياسر فما افتخار تعرف شنو هي تونس هذه لحظه عايشكم به نتعدى الموضوع اللي بعده باش يقعد في التاريخ هو عثور على تمثال يعود للقرن الثاني ميلادي موجود في دار واحد عم حسن انا والله كنت صور عند عم حسن وين يا ولدي عندي شبيك لا لا معناتها العثور على تحفه تاريخيه ليه صرنا مهمش والهه الخمر الهه الخمر الهه الخمر بخوص العظيم هذا عظيم في بالي بخوص العظيم العمليه هذه ما في باليش بها كانهم قالوا لك في تونس هذه الاله الخمر كانوا جاقوا امين في تونس تم في تونس, تونس, تونس سبحان الذي لا اله يا خويا هاو مزات البركه هاو مزات عنا يعني تحف ويعثر عليه هاو ربك وعثر عليها البوليسيه ولا عثر عليها اي الامن 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 يا ربي بارك الله هاو يعثروا مستحيل يا ودي يا شيخ انا فرحان اخباري يفرحني خبر مفرح توب في كلمتين توب للحرس بالحق خاطر الحرس هو اللي قاعد يلقى في الاثار، اون برانسيب فما جماعه اللي نقبوا على الاثار هما اللي لوجوا يلقاو الحكايه هذوما، قال تبع تو يذولي في عامين فما 18 مره الحرس ماكنوا من القبض على شكون مخبي في دار، هو الشبيه كي تثبت يختف لك الاله هذا تاع الخمر، شفتك تعوم في قليبيا وصرتك هكاك. قالوا قالوا انا ما سالش انا سايب علي الركاكه نتاعك كما تحب اما الصوره الجميله هذيك احترمها شوفك الخيرتك العنقود عنب تبارك الله اللي محظنه ذكريه العنب شوف روعه حاجه جميله برشا كي جينا نحضروا في البرنامج في بالكم سالته عم حسن قلت له شنو رايك فيه التمثيل قال لي والله ما احلاه مش ما عندوش راس الخمر ما عندوش مخ محوس بالسير مخه طاير يا استاذ هذه باش نعملوا بها نحطوها في موزي ولا يا امين المسلمين دوبوا دخلوا من الاول للبلدان هذيا، لقوا برشا تماثيل، يعني عملوا لهم عمليتين، نحوا لهم راسهم الفوقاني، نتاع ايران، نتاع ايران، اخيرا مشى زار متحف فيه فتيات عاريات تماثيل في ايطاليا، قال لهم غطوهم، خاف يعني تاخذوا الفتنه من التمثالي سبحان الذي لا اله الا هو. بيا باش اختار لكم الاخبار الاخرين باش نعلقوا عليه اليوم، باش خلي يكون الاختيار اللي كنت للاخبار اللي على التعليق، يا اما صديقتنا ايمان الشريف اللي كانت حاضره معنا
ولا تونسي اللي تشد مهرب 830 باكو دخان الباريز وهو فيديو قديم عاد بشدة ليه؟ وإلا الطفلة اللي ما شافتش بوها 5 سنين. اختار الأخبار أنه هو للتعليق يا باي. نختار إيمان شريف. إيمان شريف للتصويت. إيمان شريف الجمعة اللي فاتت كان ضيفتنا صوته كل أي بش صوته كل إيمان شريف كان ضيفتنا الجمعة اللي فاتت لهنا وقالت أنه تم عرض عليها 2 مليون أورو مقابل أن تقوم في فيلم في الكيان الصهيوني وهو يرفض ذلك وتلقات معها انتقادات كبيرة جدا. به توب ولا فلوب هاي عم حسن نايل ولاد هاي توب على رياكسيون تاع العباد ولا التوب على التوب على التصريح إيمان شريف معنا لهنا. به نبدا بواحد توب واحد فلوب نكتب فيه بزوز فقط. به نبدا من باية توب. توب على جرأتها يفو لو فيغرا مش واحد يتجرى في بلاتو تلفزة وتعرف أكيد تعرف واستانست هي اللي ردت الفعل من بعد باش تكون قوية. 2 مليون يورو أنا ما عادت في الدنيا هذه نستغرب حتى شيء. إذا كنت تعرفوا لي فما دي ستار في العالم العربي تكونش نبعدوا شوي خذوا هالمبالغ هذه وخذوا القصورات وخذوا الكراهب وخذوا الديامونتات وخذوا اللي عندك أمثلة يوصل بيا؟ اللي يوصل عندك أمثلة؟ ما نعرفش ما عنديش أمثلة لخطر هنا باش تولي ما انت ثلبرة وما انت باش تقول فلانة معروفة اللي هي أخذت هدية كبيرة ولا شيخ عيب الهدية ماشي ليه ما نعرف ما وراء الهدية دونك زايد والناس تعرف اللي الفنانين يقدموا لهم هدايا ثمينة وهدايا مبالغها كبيرة خيالية ما نجم يتخيلها حتى بشر دونك ما تذوليش حاجة غريبة برشا وانا بهت عليها الباتة هذه الكل عليها الاستغراب وعليش باغ اكزومبل اذا كان تصريح ما عجبكش عليه ما تنقدش بفيانة وبلباقة وجات نرمين صفر قالت لك يا سيدي برا احكيو معنا ما ينجموش احكيو معنا نرمي صفر خاطر يعرفوا نرمي صفر عندها لغه معينه وعندها مفردات تقولهم اللي حتى واحد ما يتجرى يجاوبها يعني تهبط لك كما نقولوا احنا للقعلوقيه دونك نرمي صفر قالت لك نعرفوا الشخص هذا وعطات اسمه شريف. وقالت توفى وقالت لي هي زاده اقترح عليها مبلغ هكا شنو عاد نرمين صغيره اقترح عليها تقرا في الروضه وقت ليه حتى هي شنو لا ايمان اكبر من نرمين عمرها 22 سنه وقت اللي اقترحوا عليها واكبر ولا اصغر ما عندها حتى معنى هذا فلوب عم حسن فلوب فلوب ايمان كيفاش ما خذتش كزوز ملايين دولار هي صاحبة مبدأ قالت أنا ما نمشيش نمثل هي هذاك فلوب لها يعني بصراحة لأنه هي لا تفهم مبدأ لا تفهم في الدولار طلعت خويا أختنا إيمان تبقينا في الحوادث هذيا قاعدة بجنبك راهو الجمعة اللي فاتت كيما فرحت قالت شوية حبيبتي حبيبتي وينك يا إيمان الله لا يحييك مش هذه إيمان هي أنت كيف عندي تا ودي صلي على محمد أنا في الجمعة الجاية عملك هكا راهو فرح في غيابك اسمعني إيمان الشريف أختنا معرفتك قالت قالت حكاية مثيرة أختنا إيمان الشريف قالت حكاية مثيرة اللي هي كانت صغير يعني وشكون ساندها في الموضوع ونحن نقولوا في تونس اللي ما عندك شاهد اللي ما عنده شاهد كثير هذه طلعت عندها شاهد وشكون شاهد يا ابو مليوني لا الشاهد نرمي الشر هاي قالت نجمين يا اخي وشكون شاهدك يا إيمان قالت نرمي اذا نرمي واضح والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كانت هذه توب وفلوب بالنسبه للجمعه هذه به اللي قالوا عنا ليفريزون وصلوها حبيبي مع الجرين دايز فيرست ديليفري بدرو نرجع متواصلة مع فيرست ديليفري طول شهر نوفمبر والأخ ميغالو قاعد يتنقل مع لي ليفرور نتاع فيرست ديليفري وأجواء ممتازة هاي احكي لنا المرة هذه ما مشيت للبلايص الاخرين درت في تونس قلت خلينا نخرج توا مادام عندنا 14 أجونس وقاعدين يدوروا من الشمال للجنوب المرة هذه بدلت مشيت لسوسة سوسة الساحل بالله ونحب تحية كبيرة برشا حبيبي لأحبانا مشاهدينا في سوسة الكل ولمتابعي الفيرست ديليفري في سوسة مرحبا بيس شوفوا ميغالو شنو عملوا رجل بارا عطينا من سوسة أهلا بيقال بارك سعيد يا حبيبي صباح الأمور الحمد لله ننطلقوا ننطلقوا نطلع معك سيدي خويا هاي مرحبا نمشيو نربحوا جماعة 500 دينار نمشيو شحال ننام حلمي مرير وشنو هاي نفوز دوا سيدي خويا بسم الله ننطلقوا هاي مرحبا
حلمي يا بيي. يا هلا بوسيم منك. الله انا ماشيين اللي بري والدنيا في سوسه بابا بحر شيخات. مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك. وسيم عندك قداش ديما تصل في الليفر قداش عندنا من اجونس؟ ايوه كي نقلب عليك تروح اليوم ونسالك انا. اللعبه بالمقلوب اليوم. ملكي انا حافظ الدنيا كلها عندنا 14 اجونس في تونس الكل. والليفري من الشمال للجنوب واحنا الان في سوسه سيدي خويا باش الليفري وربحوا 400 دينار. لا قول لي غلط 500 دينار حبيبي 500 دينار يا بابا على الفن. الو 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 مرحبا مدام امينه نحن في انتظارك امام الباب فرج جريبي. اوكي مرحبا. ايوا حطت بين الطائره حبيبي. وينك يا حلمي؟ هاي آه باباي. هاي آه سيدي ننطلق برا سيدي بسم الله. هذه ريزيدونس تاعنا يا مدام امينه. أيوة. مرحبا اهلا وسهلا. ازيك مدام؟ الحمد لله. كيف الحال؟ عندك كوموند مع فيرست؟ اي خلطناها لك. جاك الحبيب ميغال اون بيرسون. مرحبا. معنا حلمي. مرحبا. هذه الكوموند نتاعك. ميرسي عايشه. اما انت يا بار الكوموند اللي خذيتها. عندنا سؤال كان جاوب عليه صحيح تنجم تربح 500 دينار. موجود معنا الاستاذ لهنا سي الحبيب الساحي. كان جاوب صحيح يسلمك الشيك كادو نتاعك وتاخذ الفلايسات وتربح. ان شاء الله. لازمك تركز في السؤال. سؤال حضره حلمي راه. السؤال هو الاتي. فيرست ديليفري فاش متخصص في توصيل الخضره والا توصيل الاشخاص والا توصيل نقولوا احنا السلع؟ سعيد برشا. لازمك تركز مدام في عقلك معنا مزاربنا عندنا دقيقتين خاطر خرجنا من جودي تور توا باش نعاودوا نرجعوا. دقيقتين خمس. توصيل السلع دونك مبروك عليك ربحت قداش ربحت؟ 500 دينار. راهو الاستاذ سي الحبيب الساحي موجود لهنا باش صح لنا لهنا ياخذ لي كوردوني الدنيا الكل. هاي مدام هاي هاي مدام امين عايشك ميرسي بوكو عايشك ميرسي بوكو فيرست. اي يا جماعه عاد حلمي ايش عاد شيك انت جبته عاد من سوسه بعد تفصح بينا هاك الكاميرا نزولها جماعه الكل نجموا تعديوا كوموند وصلكم ليفريزون ونربحوكم 500 دينار ونفاهوا بالفرحه الناس الكل تضحك حلمي يضحك حبيبي حلمي حبيبي يا عم حشن يروح. ممتاز جدا الف مبروك للفايزين. الف مبروك ان شاء الله اللي ربح ولا ربحت بتو مع فيرست ديليفري وملا الجو في سوسه. شو الحاجه اللي ممتازه ديما تعجبني ديما نحكي عليها مع فيرست ديليفري وخاصه كامل هي ديما معناتها كامل ايام الاسبوع التوصيل في اقل من 24 ساعه. هذه الدوفيز نتاعنا مع فيرست ديليفري نوصلوا لك اي كماندا نتاعك في اقل من 24 ساعه وعلى كامل تراب الجمهوريه. وين تبدا وين باش تكون انت؟ نجيوك خويا احنا وين انت نوصلوا ونربحوك. هو مفتاح نجاح للمشروع نتاعك دونك كان تحب مشروع ناجح وتوصل في اقل من 24 ساعه مهما كان المشروع نتاعك يلزمك تتعامل مع فيرست ديليفري دونك السرعه الدقه والبروفيسيوناليزم والحرفيه هذا الدوفيز نتاع فيرست ديليفري من الشمال الى الجنوب واكيد كما ريتوا الحريفه كانت فرحانه جدا فانه الرضا نتاعكم وهو حاجه مهمه جدا عند فيرست ديليفري ونحييوها على ذايا. والجرين دايز نذكركم اللي مازال متواصل تيلة شهر نوفمبر اليوم للربح راه ما يوفاش مع فيرست ديليفري كان قاعدين تتفرجوا فينا توا انت زادت نجم تربح مبلغ 500 دينار تقول لي كيفاش؟ كل نهار اثنين اي كل نهار اثنين باهي كيفاش؟ يكفي تدخل على صفحه فيسبوك فيرست ديليفري تلقاها موجوده توا اسفل الشاشه هي موجوده قاعده تعدى لهنا اسفل الشاشه صفحه نتاع فيرست ديليفري على فيسبوك تنجم تربح 500 دينار كل نهار اثنين وفما خمسه رابحين واللعبه متواصله تيلة شهر نوفمبر ملا جرين دايز وملا فيرست ديليفري. مشاهدين على ذمتكم كريهه تنجموا تربحوها كي تبعثوا بال اس ام اس على 85811 بال اس ام اس على 85811 اس ام اس واحد ينجم يربحك كرهبه الاحلام نتاعك الجولف وما ادراك ما الجولف فقط بال اس ام اس على 85811 تقعدوا معنا راجعين بعد الاشهار.